كابتن رامي، النادي الاهلي ومعسكر اعداد ثم مباراتين وديتين اثناء المعسكر ثم العوده ومباراه وديه امام سموحه، اعتقد الامور ماشيه بشكل جيد داخل النادي الاهلي حتى الان. طبعا يعني حتى في ظل يعني ان انت واخد اجازه طويله شويه. طبعا دي حاجه كويسه برضو لمستر كولر اللي هو بيعيد ترتيبه تاني، اعتبر اللي هي فتره اعداد لسيزون جديد. الاضافات اللعيبه اللي دخلت على الفريق دي حاجه كويسه. الزنفيلي برضو، يعني الزنفيلي برضو عاوز اتكلم عليها كابتن اتفضل اسلام، اتفضل. عشان الزنفيلي يعني لعب معايا اخر سنه ليا كان في المنيا، كان لسه معدي 20 سنه، وجون كويس جدا، اتطور يعني اتطور بطريقه غير طبيعيه الفتره اللي راح فيها النادي الاتحاد السكندري، عمل موسمين كويسين جدا. في البنك كان ماشي كويس طبعا بعد انضمام ابو جبل للبنك، هو كان حابب ياخد اللي هو يلعب مش حابب يقعد يعني يبقى الحارس الثاني، صحيح. فطلع الداخليه عمل من بدايه السيزون عمل سيزون كويس. وجوده في النادي الاهلي هيزيد من خبراته وهيطوره اكتر. الراجل المدرب اللي موجود في النادي الاهلي مدرب كويس جدا، وباين على اداء محمد الشناوي على مدار ال5 سنين اللي فاتوا دول او 6 سنين، راجل طوره بطريقه غير طبيعيه. اوكي. المدرب اللي موجود في النادي الاهلي مشيل يانكن. فانا بقول لحضرتك الزنفيلي جون كويس وهيستفاد من مرحله انضمام النادي الاهلي ان شاء الله. وممكن وارد النادي الاهلي في خلال ال6 شهور دول لو شافوه كويس وبيتطور، وارد اللي هم يفعلوا بند، مش عارف بقى اعاره بنيه البيع ولا هي اعاره بس، مش عارف بنود العقد ايه بالظبط، بس هو حارس كويس. وبالنسبه لعمر كمال، طبعا عمر كمال لعيب كويس طبعا واضافه للنادي الاهلي، واللعيب اللي بيلعب في كذا مركز ده كابتن اسلام حضرتك عارف بيبقى جوكر ده بيفتح. بيبقى احسن حاجه للمدير الفني، بيبقى حابب يعني ايه من المدير اللعيبه، صحيح، حابب اللي هي تبقى في الملعب. فعمر كمال اضافه قويه للنادي الاهلي، وهيبقى في منافسه بينه وبين محمد هاني، واوقات يلعب باك ليفت واوقات يلعب مساك واوقات يلعب طرف يمين، فهيبقى جوكر في الملعب يعني. والنادي الاهلي محتاج لكل هذه طبعا، او اي طبعا. نادي في العالم الحقيقه محتاج دايما للعيب جوكر او اتنين يقدروا يلعبوا في كذا مكان. طبعا وسام طبعا راس حربه، طبعا انا شايفه اللي هو هيبقى اضافه للنادي الاهلي، يعني انا شفت الفيديو بتاعه، سترايكر كويس جدا، بس انا نفسي يكون موافق مع النادي الاهلي. طبعا الاصابه اللي جات له ديت هتبقى حاجه، انت عارف اللي هو التوفيق بيفرق مع الواحد كتير طبعا جدا. يعني هو فيرود كويس، بس هو الاهم يكون موافق ويكون التوفيق عامل زي رضا سليم. يعني رضا سليم جه كابتن اسلام دخل جوه الفرقه بسرعه والجمهور اعجب بيه بسرعه لولا الاصابه اللي جات له ديت، فان شاء الله يكون عند حسن ظن النادي الاهلي والجمهور. وانا شايف الفتره التوقف دي كلها كويسه لمستر الكره اللي هو يعيد نظرته للعيبه معينه. الفتره اللي فاتت كان هو مركز معاهم، لو في حد تاني دخل جديد من الناس اللي هي بعيده هيبقى في منافسه، وكتر اللعيبه في اي نادي يا كابتن اسلام دي بتبقى حاجه انا لسه كويسه. كنت هسالك، يعني انت بسم الله ما شاء الله دلوقتي الناس يعني تقول لك ايه، بعض الناس تقول لك انه من الممكن تحدث مشاكل لانه الراجل دلوقتي عنده مجموعه كبيره جدا من النجوم. لا انا شايف لا، يعني النادي الاهلي او نادي الزمالك على الانديه الكبيره ديت ما يبقى يكون في عدد لعيبه كبيره كابتن، وبالذات يعني في النادي الاهلي انا شايف، يعني انا لما رحت النادي الاهلي كابتن اسلام رحت طبعا كان في نجوم اسامي لا تحصر يعني. صحيح. فانا عاوز اقول لك سيستم النادي الاهلي ونظام النادي الاهلي بيخلي كل واحد ملتزم بالنظام اللي فيه والسيستم اللي هو فيه، وحاجه كويسه بتبقى للمدير الفني. ده المدير الفني اكتر حد بيكون مبسوط لما بيكون عنده سكوات لعيبه كتير وكويسين ومفيش فرق بين اي حد، بس ما تعملوش مشاكل اهم لا. حاجه. هو عامه دي بترجع بقى لشخصيته يا كابتن، شخصيه يعني المدرب المدرب ساعتها. طبعا هو ما منه بالعكس، ده المدرب عايز يعني 30 لعيب نجوم كلهم، وهو بقى ترجع لشخصيته هيقدر يسيطر على النجوم دي ولا لا. زي مانويل جوزيه يا كابتن في وجودكم في الوقت اللي كنا فيه كان كله نجوم، بس ما هو شخصيه التزام بالملعب بالملعب وكل واحد عارف دوره صحيح. بتاع. فهو الراجل المستر كور لا، هو شخصيه قويه وشخصيه كويسه وهيفرق معاه كتر النجوم دي كلها. يعني دلوقتي انت كهربا هيبقى في منافسه بين رضا سليم وكهربا وطاهر وحسين لا خلي بالك، الشحات انت عندك بقى وبرستاو قدام وسام ومودست ومودست وكهربا ده كهربا هو مش هو هيوظف كهربا خلاص هيشيله من 9 دي.
والله. لا هو كهربا على قد ما هو اتظلم السنه ونص اللي فاتت ديت، بس هو على فكره كابتن اثبت اللي هو لعيب كويس ونجح مستر كولر في ماتشات كتير ومباريات كتير يا كابتن، كان سبب في اللي احنا ناخدها. فانا بقول لحضرتك لا هو هيوظف كهربا فعلا. انا حاسس ان هو هيرجع حسين تاني لمكانه الطبيعي اللي هو ايه؟ اللي هو طرف يمين. يبقى هو بيرس تاو ولعب، يبقى رضا سليم وكهربا هما اللي ايه؟ خلي بالك ما انت عندك عمر كمال برضه. في مع عمر كمال وفي طاهر. في طاهر. ما انا بقول لحضرتك ايه، في ثلاثة كده وثلاثة كده. بقول لك كتير. والاسترايكر خلاص هما الاثنين دول هيبقوا التسعة، مودست وسام دول مع هيحط كهربا تالت، مش هيبقى ظالمه. عشان كهربا راجل بقاله سنه ونص بيعمل الدور اللي انت طالبه منه، فاديله فرصته في مكانه. يعني هو كهربا جاي اصلا جناح شمال، فهو اما يلعب تسعه ويكون بنفس الاداء ده، ودي حاجه كويسه برضو تخليه يبقى الاولويه لكهربا عشان بيقدر يعمل له كذا مكان وكده. فدي حاجه كويسه وان شاء الله الفتره الجايه الاهلي يستمر زي ما فرحنا في كاس العالم وفرحنا في السوبر. فيستمر يعني، ما خدوا راحه بس يبداوا، وزي ما حضرتك قلت قبل ما نطلع اللي خلاص بطوله واتحطت واتنست اصلا. دولاب خلاص. دي يعتبر سنه جديده، بيبدا بفتره اعداد جديده. صحيح. داخل على بطوله افريقيا وداخل على البطولات كلها والدوري، فان شاء الله يبقى موفق ان شاء الله.